السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مشروع اسمه بروجكت ديشر 360 ده تبع اوتوديسك. ده بحيث ان هو مرتبط بكل السنسور اللي موجودة في قلب المشروع، بحيث في اي وقت تقدر تدخل على الانترنت وتعرف كل المعلومات اللي انت محتاجها. اول حاجة بنلاحظها ده المشروع هوت، وهنا ده بيوريني جدول زمني طول السنة. طيب هقول له بقى انا عايز افعل السيرفيس شيدنج، ده اللي هو هيدي تلوين لدور معين او شكل معين حسب درجة الحرارة. خلينا نشغل هنا ونلغي الشيدنج. لو في يوم من الأيام مثلا درجة الحرارة بتزيد عن حد معين بيبدأ يديها لون بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تتحكم فيها أكتر ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز الريت بتاعي تجيب لي يوم 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 وهكذا، والداتا ريزوليوشن تبقى قد إيه زي ما انت عايز، بحيث ان هو يبدأ يعرض لك المعلومات. طيب ممكن تقول له لا انا مش عايز تمبريتشر، انا عايز خلينا نخفي التمبريتشر يظهر لي المعدلات. ممكن حتى تقول له انا عايز البريشر الضغط، فلو في يوم من ايام الضغط مختلف يبدأ يظهر لك الالوان ديت. تقدر تسحب بالشكل دوت، تقدر تغير اهوت بحيث ان تختار ايام معينة من السنة. ممكن تدوس على كنترول مع البقرة بحيث ان انت تختلف معاك بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له انا عايز البريشر وتشغل. طبعا هنا بيعرض لك بقى كل السنسور اللي موجودة في المشروع، بحيث تقدر تعمل سيلكت وتقدر تاخد كل المعلومات اللي انت محتاجها. هنا بيبدأ يجيب لك كل السنسور، وهنا الداشبورد معلومات طول السنة عن ثانية في ثانية، يعني طول عن الصوت وعن درجة الحرارة وعن CO2 في المشروع. ممكن تقول انا عايز مثلا الدور الخامس، فيبدأ يجيب لك الدور الخامس بالشكل دوت، بحيث تشوف درجة الحرارة، تشوف البريشر. في غرفة هنا في البريشر بتاعها اهوت. طبعا كل ما بيجمع معلومات كل ما بيبدأ يديك الألوان ديت في قلب المشروع دوت. خلينا نشوف مثلا ده الدور الثالث. ممكن تقول لا انا عايز اشوف مثلا الدور الاول، الدور الجراوند. وزي ما شايف بيبدأ يجيب لي كل المعلومات اللي موجودة في السنسور في اللحظة دي في المبنى ده، يعني المبنى ده موجود في أمريكا، بيبدأ يجيب لي كل المعلومات اللي يقدر يجيبها من السنسور.